الأرض لا تهتم حريات باب الدم يا أبو الأرض لا تهتم حريات هيهات هيهات أن تضللونا وأن تمر مشاريعكم لأنه اليوم اللي شاد الحكم اليوم في تونس ما يهموش في أبناء الشعب ما يهموش في كفة الزوالي ما يهموش في التشغيل لأنه هم ظهروا برنامجهم الاقتصادي برنامج الترا ليبرال 25 مايو 2012 معناها صار إضرام النار في معتمدية قيسيد يوسف فهمتني فتحت ليلي ما كانش حاضر اصلا مما حتى الاعتصام من اصله وقت اللي جات اذاعه الكاف فتحت ليلي قاعد يحكي مع اذاعه الكاف فهمتني واللي حرقوا هما صغار مام حتى الامن معناها حاضر للحكايه هذه فهمتني وفي باله بهم لكن معناها الاولاد هذوما معناها فما بوينت انتروغاسيون لان اللي الاولاد هذوما اربعه بيانهم يمثلوا مكتب النهضه اللي موجود في قيسيد يوسف فهمتني ما استدعوا منهم حتى واحد فهمتني صف ان معناها وعطاو تعليمات من جات تعليمات من الشرطه العدليه اللي يزموا فتحة ليلي معناها يقع يقافوا ووقفوه وفتحة ليلي بحكم يمثل معناها حزب اليسار حزب معين فهمتني حبوا معناها يسيسوها الحكايه ووصلوها بالتعليمات. الامن التونسي كان شديد ياسر مع اولاد الساقية لانه العباد الموقوفين الموجودين تو في حاله ايقاف والرشرشي كما نقولوا احنا بلغتنا احنا جاري البحث عنهم ما كانوش متواجدين بالعكس فهمتني يهبط اسمها من بعد عن طريق شيف مركز اللي هو كان ماخذ كونجي عامل عمليه جاء الوليدات الموجودين رشرشي تو كانوا يعتصموا على التنميه والالي 16 بما فيهم الوليدات الموقوفين على الالي 16 سي فتحت ليلي يوم تشد يبعد عن مركز المعتمديه مع السبعه نتاع الليل مقارب زوز كيلومتر فهمتني شدوه فهمتي كوم كوا غرض حزبي حبوا فهمتي يردوا يسيسوها وحبوا يعملوا مشاكل بالنسبه للولاد الموجودين تو حتى حد ما كان موجود نهارتها اللي هو الشيف مركز الصادق هذا هو السبب الوحيد جاء بعد نهارين هبط عباد الرشرشي اللي هم مجموعة الآلية والحظاير وأطراف أخرين كانت تعتصم مع التنمية ديجا احنا ولاة الحدود احنا اللي حميناها في عهد الانفلات الأمني احنا فهمتي كنا السبب فهمتي في أمنها بالعكس وقفنا على مؤسساتها أيامات فهمتي هروب بن علي كيفاش احنا تو باش نجوا نحرقوها اللي حرقها هم وليدات صغار وديجا يرجعوا للعدلية تو يقوم خذوا أقوال مع ولد اسمه سيف ولد عمره 16 سنة قاصر أقواله فما تسمعش وهما بنوا على الأقوال هذية باش يحاسبوا عباد طالب التنمية في سقيت سيدي يوسف. حبيت ناخذ رأي النيابة العمومية، شنو هي الحاجة اللي خلت النيابة العمومية تتحرك ضد فتحة الليل في المرحلة الأولى السؤال الأول، السؤال الثاني علاش مدة الإيقاف دامت 172؟ فيما يتعلق بهذه القضية لابد من الإشارة أن وقائع خطيرة تمت يوم 25 مايو 2012 أو تعلقت هذه الأفعال بحرق مقر معتمدية قيسيد يوسف وكذلك المسك الوظيفي للسيد المعتمد وكذلك الحاق أضرار كبيرة ومعتبرة بسيارات راسية بالمكان وقد انطلقت الأبحاث بناء على ذلك فتح بحث تحقيقي في الغرض ضرورة أن هذه الجرائم هي جرائم خطيرة الأبحاث لدى التحقيق أثبتت تورط عدة عناصر من بين هؤلاء المدى وفتحي التليلي وتواصلت الأبحاث واستكملت الاستقراءات وأحيل هؤلاء جميعا على نظر إدارة الاتهام التي حالت بدورها هؤلاء على نظر الدائرة الجنائية والجلسة معينة هذا اليوم يعني يقع النظر فيها في هذه اللحظات. إذا عندما نتكلم أو أولا فيما يتعلق بالمنح السياسي فيما يتعلق بالقضاء القضاء يعني بعيد كل البعد عن التجاذبات السياسية هو فوق التجاذبات السياسية فالقاضي لما يقضي لا علاقة له بهذا الحزب أو بذاك أولا. ثانيا فيما يتعلق بالقضاء في حد ذاته القضاء يعني يقوم بهذه الرسالة إيمانا منه بقدسية هذه الرسالة وباستقلاليتها التامة لا يخضع لأي كان أو لأي تدخل علما ولا بد أن نكون يعني صرحاء في هذه اللحظة يعني لم يقع تدخل من أي كان في هذه القضية
لم يقع أي ضغط من أي كان في هذه القضية، وأخذت مجراها الطبيعي الأبحاث في ظروف طبيعية. ولما نقول أبحاث، لما نقول تحقيق أو بحث، فنحن نبحث عن الحقيقة. الحقيقة أيا كانت، سواء إدانة أم براءة، يعني البحث عن الحقيقة. ثم هؤلاء المتهمون وهم كثر أو كثيرون، فالنظر القليل فقط بحالة إيقاف، والبقية بحالة صراحة إلى جانب من هو بحالة فرار. فالقضاء الآن ينظر في هذه القضية بكل استقلالية، بكل تلقائية، بكل موضوعية، وبكل تفان وحزم. ثم ما نشهده الآن يعني هذا الضغط، لما ننادي باستقلالية القضاء، هذا يتنافى مع الضغط الذي يسلط على القضاء. فما نراه الآن مع اعتصام أمام المحكمة، هذا في حد ذاته ضغط على القضاء. النيابة قالت وأنه الإدانة ثابتة ولا حاجة، رأي النيابة. ما نحن كي نقرأوا الملف ونتصفحوه صفحة صفحة ما نقرأوا حتى شيء، نعتبروا أنه حتى من الناحية الاستقرائية صراحة معناتها فما بدائية كبيرة ياسر في إعداد الملف هذا. فما عناصر إدانة صحيح وهي شهادات بالأساس، ولكن عناصر البراءة لا نقشها حاكم التحقيق ولا نقشها دائرة الاتهام، وهذا يعتبر حتى قانونا إشحاف مصلحة المتهم الشرعية، وعلى أساس ذلك موجب حتى القضاء ببطلان الإجراءات والتتبعات هذه. هذا بطبيعة الحال دون اعتبار اللي تمسكنا به، وأنه الملف هذا عنده خلفية وأساس سياسي ممتاز وممتاز جدا. الناس قاعدة تتحاكم على خلفية مطالب اجتماعية، الناس قاعدة تتحاكم على خلفية تحركات يعني مساندتها البلاد الكل، والناس قاعدة تتحاكم كذلك لأنه السواد الأعظم تاعهم رفض الحج إلى مون بليزير، وتمسك بالحج إلى أماكن أخرى أكثر قداسة، وتمسك كذلك باللي هما أصحاب حق ويريدون الحياة وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة. على كل حال نحن قدمنا بجملة من المطالب التحضيرية حتى على الأقل من الناحية القانونية ننقذوا المرحلة الاستقرائية اللي مازلنا نعتبروها مختلة، في اتجاه طبعا إنصاف على الأقل المتهمين كمظنوني فيهم، مازالوا ما مش متهمين، مظنوني فيهم اللي بطبيعة الحال لم ينصفهم لا باحث البداية المناب ولا قرار ختم الباحث الصادر على حاكم التحقيق ولا كذلك قرار الاتهام. هذاك علاش نحن نحبوا الاطراف الكل متساويه. نحن من المبدا ضد الاعتداءات المنسوبه او الجرائم المنسوبه للمتهمين، ضد ارتكابها، ضد حرق المقرات، ضد تعطيل حريه العمل، ضد الاعتداء على الاشخاص، ضد الاعتداء على اراضي العباد، ولكن كذلك ضد تلفيق التهم والزج باكباش الفداء في السجن على خلفيات أقصى ما يمكن نقول عليها، وأنها خلفيات سياسية ماهيش خلفيات قانونية واقعية مادية. أستاذ سرفدين قليل، فيما يتعلق بمدة الإيقاف اللي هي توسط 172 يوم، هل هذا طبيعي؟ وعلى حسب ما طرحت سؤال عن النيابة العمومية، أيضا قالت أنه إذا كان الدفاع لاحظ أنه فما تجاوز فيما يتعلق بمدة الإيقاف له أن يطعن معناها في الـ هو باش نبدأ واضحين، راهو الإيقاف قرار ماهوش عشوائي، راهو إيقاف قرار قانوني وعنده شروطه. نبدأ واضحين لأنه المبدأ هو الحرية والاستثناء هو الاحتفاظ أو الإيداع بالسجن أو الإيقاف. من بين الشروط هذه هي مصلحة الملف، ومن بين الشروط هذه كذلك، هذه عددها حتى فصل 82 مجرة إجراءات، من بين الشروط هذه كذلك الخشية أو ضمان تنفيذ العقوبة على المتهم. هذا الكل السيد أو تقريبا المتهمين الكل الموقوفين عندهم مقرات معلومة وعندهم مصالح في منطقة الساقية، وعندهم كذلك نشاط معلوم للقاصي والداني. من هذا المنطلق أعتقد بأنه من باب الإشحاف المدة هذه الكل من نهار 26 مايو راهم موقوفين، باب الإشحاف مش فقط على أشخاصهم ولا أجسادهم وأجساد عائلاتهم ومعنويات عائلاتهم، ولكن كذلك حتى على القانون. راهو حتى على القانون كافة التهم اللي تحالوا بها اليوم في محاكم أخرى، في قضية بوزيان ولا في قضية الحامة متاع توزر ولا في قضية بوحجلة متاع القروان ولا في قضية ضحايا العطش متاع المهدية، الكل إيقاف كان تحفظي لمدة وجيزة جدا لم تتعدى شهرين. هذوما 5 شهور يعني صدقا فما قساوة. هذاك علاش نحن استشفينا، إن شاء الله نطلعوا غلطين طبعا وكل واحد نحترم رايه، لكن استشفينا وأنه فما انتقام من فتحة ليلي وانتقام من تحركات النقابية هذه التي باتت تقض مرضى على السلطة. دعني أقول صحيح
من صلاحيه المطلقه لحاكم التحقيق هو اصدار بطاقات الايداع، ولكن كذلك فما شرط هو الحكمه في تقدير وجوب الايقاف من عدمه. نعتقد انه في الملف هذا ملف مانيش نقول هزيل، ما نحترم القضاة اللي خدموا على رواحهم، نحترم الاطراف الكل في القضيه، نحترم حتى المتضررين، نحترم حتى جدران المعتمديه اللي تحرقت، ولكن كان من باب اولى واحرى تدعيم الادانه، مش احاله هكذا، احاله عشوائيه، افرز والبس وقيس وحدك، وفي الاخر راهو المتضرر في الحكايه هذه كله هو القانون. ونحن ذقنا ذرعا بهذا النوع من القضايا التي نتمنى ان تكنس بلا عوده من منظومتنا القضائيه. نتمنى أن الباحث البدائي كيف كيف زاد الباحث البدائي يتكون بطريقه اكثر علميه وبطريقه اكثر احترام لحقوق الانسان ولحقوق المتهمين ولمقتضيات واصول المحاكمه العادله، حتى الناس كل كانت تخدم واجبها اللي ثبت عليه القانون ياخذ مجرى في حقه، واللي ما ثبتش عليه يعانق مبداه هو والحريه.